صباح الخير عن جديد مشاهدينا، واكيد رح مكملين معكم فقراتنا، واخر فقراتنا رح نحكي فيها عن دور اكثر عن دور الكنسيه يلي عم تصير هلا، والبطوله يلي حضروها ابطالنا لليوم صاروا معنا بالاستديو، وعن التحضيرات للبطوله ايضا. اليوم معنا جورج فرح وجوي الصفدي، وهنن من منظمي البطولة الكنسية الودية في فوج مار إفرام السرياني. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. مع مين بتحبوا نبلش أول شيء؟ أهلا فيكم، مين ما بدكم. تمام، خلينا نبلش معك جورج. كنا عم نحكي إنه هي النسخة السادسة لكم اليوم بالكنسية الودية، خبرنا أكثر عن التحضيرات للبطولة. هلا نحن من 6 سنين طلعت فكره البطوله بانه نحن ليش لحتى ما نجمع الشباب بمكان واحد اللي عندهم مواهب بالطابه وهي القصص، فقلنا انه نحن قدرانين ننظم كيان يقدر يجمع هدول الشباب. سنه عن سنه نحن لقينا انه في تطور بهي البطوله، صرنا عم نلاقي العالم عم تجي اكثر واكثر. كبرنا لجنة التنظيم لحتى نصير ننظم أكثر هاي الأحداث. من فترة تقريبا شهر 7-8 نحن منبلش هون نعود ومنبلش ننظم شو لازمنا، شو احتياجاتنا، كيف نحن بدنا نبعث دعوات للكنائس وللمؤسسات لحتى نقدر نجمعهم كلهم بفترة البطولة اللي هي بشهر 10 من كل سنة بتصير. جوية، خلينا ننتقل لعندك ونسألك عن أبرز الفرق المتنافسة، كيف كانت الأجواء؟ خبرينا أكثر. هلا نحن وقت بلشنا من 6 سنين كان عدد الفرق كتير قليل طبعا، لأنه ما كان في أصلا شهرة للبطولة الكنسية الودية. فهي السنة الحمد لله وصلنا لمحل كتير حلو، ازداد عدد الفرق. طبعا دائما بكل سنة بيجينا فرق من المحافظات مو بس من الشام، بس أبرزهم كانوا من الشام. شارك معنا كتير فرق مثل دون بوسكو، الموارنة، كنيسة اللاتين، كشاف إبراهيم الخليل. فيعني سنة عن سنة عم يزيد عدد الفرق، وإن شاء الله هيك السنة جاي أحلى وأحسن. يعني جورج مثل ما حكيت جوي أكثر من كنيسة اليوم مشاركة أكثر من فريق اليوم، خلينا نوضح عن أهمية هاي البطولة وأهمية هذا الحدث. أكيد. هلأ أحياناً هيك الشاب بهالعمر بيحاول يلاقي مكان لحتى يفرغ فيه الموهبة اللي عنده. فمثل ما ذكرت سابقاً، نحن سنة عن سنة عم نقول إنه هالشباب عم تسافر، عم تروح، ما عدا المواهب بالبلد. منلاقي منتفاجأ بإنه في جيل جديد عم يطلع، في أشخاص جديدة عم تقدر تورجينا مواهبة. فأهمية البطولة للصراحة صارت كتير كبيرة. مثل ما قلت، سنة عن سنة عم نلاقي عدد الفرق عم يزيد، سنة عن سنة عم نلاقي على الفيسبوك الكومنتات عم تجينا إمتى بدها تبلش البطولة، إمتى نحن بدنا نبلش. فلصراحة محبة الجمهور ومحبة الأشخاص هي اللي عم تخلينا سنة عن سنة نستمر. طبعا هاد كله بدعم الكنيسة وبدعم سيدنا إن شاء الله. اليوم كمان بدنا نحكي عن دعم الكنيسة اللي عم تدعم هي الأنشطة الرياضية بمختلفة، أكيد وأكيد بالتعاون مع الاتحاد العام الرياضي. خلينا نحكي اليوم أكثر عن هذا التعاون، كيف تم وكيف كانت الأجواء؟ أكيد. هلأ الكنيسة من 6 سنين هي اللي دعمتنا بالخطوة الأولى لحتى نحن نساوي هيك حدث. بلشنا بالخطوة الأولى، الخطوة الثانية كانت عن طريق الشهرة الأكثر. بعدين نحن تفاجأنا إنه الاتحاد العام الرياضي قرر يكون موجود بنهائي البطولة السابقة. بالبطولة السابقة كان متواجد الاتحاد، والسنة قررنا إنه ليش نحن ما منكون في مثل تشاركية بالتنظيم. فكان هو بإشراف فني على البطولة، ونحن بتنظيم كانت يعني بالأخير النتيجة جدا رائعة. قدروا يساعدونا بكتير للصراحة لوجستيات، طبعا الشكر كتير كبير لهم.
ونحن بنفس الوقت كان في مثل مودة بيننا وبينهم، فإن شاء الله يعني قدرنا نساوي شغلات كتير حلوة بالبطولة. تمام. يمكن مرحلة التجهيز للبطولة مهمة اليوم، بدها جهد أكثر ووقت وتدريب أيضا للفرق المشاركة. خلينا نحكي عن هي الفترة قبل البطولة، مرحلة التدريب، مين المسؤول عنا اليوم وكيف عم بيتم تدريبهم وتأهيلهم اليوم للبطولة؟ هلا نحن كتحضير للبطوله مثل ما قال منبلش من الشهر السابع تقريبا او السادس، اما كتدريب للفرق كل كنيسه بتبلش قبل بشهرين او شهرين ونص، ببلشوا يتدربوا كرمال هاي البطوله. فحسب كل كنيسه شو امتى بيتدربوا قد ايه بدهم وقت، ودائما كل فريق يعني سنة عن سنة عم يغيروا اللاعبين بوجود يعني مشرفين واختصاصيين أكيد. دائما يعني والفرق عم يغيروا، عم يجيبوا لاعبين أهم، عم يطوروا حالهم. حتى بقلب السنة عم يكون في تدريبات لكل فريق غير قبل بشهرين ونص. يعني سنة عن سنة عم يتحسن الوضع، وإن شاء الله هيك نوصل لمحل أحسن إن شاء الله يا رب. أكيد أكيد. خبرينا جاية أكثر عن الأعمار المشاركة بالفرق والكنسية الودية، كيف كانت مشاركات العالم فيها، الأعمار من مختلف الأعمار، الفرق كمان في أعمار محددة لحتى الواحد يكون فيها؟ هلأ الفرق هي رجال، يعني كان معترف فيه بالرياضة فريق الرجال، يعني العمر الأكبر من الرياضة. أما كجمهور نحن عندنا جمهور من الصغير لأكبر عمر، يعني في جميع الأعمار بتكون مشاركة. على أي أساس بيتم اختيارهم اليوم؟ الفرق هنن بيقدموا طلب حتى يشاركوا بالكنيسة، سوري بالبطولة، وعلى هذا الأساس بنعمل قرعة مثل أي بطولة عادية. أكيد. جورج، يعني خبرنا أكثر، اليوم كل حدا عم بيتابعنا وحابب ينضم لكم، شو الطريقة؟ أكيد. هلأ نحن مثل ما قالت الأنسة جوي بشهر 9 تقريبا قبل البطولة بشهر بالضبط، نبعث استمارات تقديم لأي حدا حابب يكون متواجد بالبطولة. بيعبي الاستمارة بأسماء اللاعبين طبعا بالأعمار المحددة مثل ما قالت من 18 وفوق طبعا، وعلى أساسه بيقدم تحت اسم مؤسسة تابعة لها، ونتيجة لهذا الشيء نحن منوافق على طلبه أكيد، وبيشارك معنا بالبطولة. طبعاً البطولة هي بنظام عالمي، يعني في قرعة بيكون وفي يعني جوائز فردية وفي جوائز جماعية، يعني في كثير نحن أمور أخذينا على مستوى شوي عالمي إن شاء الله. يعني هي البطولة تنظمت بفوج مار أفرام السرياني، ممكن يصير في تغيير بالبطولة القادمة؟ نحن للصراحة بلشنا كفوج مار أفرام السرياني البطريركي إنه نحن نبلش بالخطوة الأولى. أكيد نحن كل ما كبر الحدث صار بده جهد أكبر، صار بده تنظيم أكبر، فهو مو غلط إنه نحن مستقبلاً يكون في لجان من كذا فوج أو من كذا ممكن تساعد بهي الشغلة. بس نحن حالياً لجنة التنظيم المتواجدة هي مؤلفة من 20 شخص تقريباً، عم تقوم بمهامها، وإن شاء الله مستقبلاً ممكن أي شيء يحدث يعني الصراحة. تمام. في شيء صعوبات أو تحديات اليوم عم تواجهكم بالتحضيرات للبطولة؟ يعني ما بيخلى الأمر صراحة. أهم صعوبة اللي عم تواجهنا هي كملاعب، يعني نحن ما عم نلاقي ملاعب هيك قريبة مثلا علينا، دايما بيكون بعيد، المواصلات عم تكون صعبة بالنسبة للفرق، خصوصي الفرق اللي جاي من غير محافظات، يعني هدول عم يتواجهون أكبر صعوبات. يعني نحن أصعب شيء عم يكون كتأمين ملعب يليق هيك بالبطولة. خبرنا جورج أكثر عن المشاركة وعن البطولة، شو في تفاصيل بتحب اليوم توضحها أو تضيفها للمشاهدين؟ ما في، نحن البطولة حب يعني هيك عم نتفاجأ سنة عن سنة، عم يجي أشخاص، عم يجي جمهور كبير يحضر، عم يجي أشخاص من أعمار كتير صغيرة مثل ما قالت شيفتين جوي. عم نتفاجأ إنه في أشخاص هذيك السنة كان يعني كانت بطولتنا هي بنفس وقت كأس العالم، فنحن تفاجأنا إنه الأشخاص يعني عم تترك مباراة البرازيل أو عم تترك مباراة ألمانيا وتجي على الملعب وتقعد وتحضر فريق اللي هي عم تشجعه. هذا الشيء نحن يعني سنة عن سنة عم يخلينا إنه نقول نكمل
إيه ليش ما نكمل؟ فدايما هذا السؤال دايما ببالنا. مثل ما قلت لك شيفتين جوي، نحن عم نواجه كتير صعوبات كل سنة عن سنة، موضوع المادي، موضوع المواصلات، كل سنة عن سنة عم ترتفع الأسعار، فنحن عم نضطر إنه نلاقي خطة بديلة. بس بالأخير عم نتفاجأ مثل ما قلت لك إنه نحن عم ننجح، عم نوصل لمكان كتير ممتاز. هلا كنا عم ورا الهواء عم نتناقش انا وشيفتين جوي انه السنه الجايه، قلت لا اكيد ايه، ف ان شاء الله اكيد ان شاء الله كل التوفيق لكم جوي. يعني عم نقول كنائس كثير اليوم مشاركه بالبطولات وفرق عديده، في رقم معين او عدد ممكن للكنائس المشاركه ام لا ممكن يكون عدد كبير؟ خلينا نكون اكثر باجواء البطوله. هلا نحن المده تقريبا عم تكون شهر ونص او شهرين للبطوله، فنحن اذا زدنا والبطوله ممكن تروح لفريق واحد او فريقين مثلا في مراتب، خلينا نوضح اكثر. طبعا في مركز اول ومركز ثاني ومركز ثالث، ف عدد الفرق عم يكون تقريبا بال 15. نحن كل سنه حسب الاشخاص اللي عم تجي، يعني في سنه من السنين نحن وصلنا لل 36 فريق، في سنة 16. شو سبب هذا الإقبال الكبير؟ حب للرياضة. أنا بفسره مثل ما جاوبتك أول شيء، إنه هذا الشاب ما عنده غير هذا المكان لينبسط فيه وليورجي فيه موهبته. لما عم يشوف في جمهور كبير عم يشجعه وعم ينادي باسمه، هذا هو المكان الوحيد لحتى يقدر يورجي هذا الشيء. فبظن إنه هذا هو السبب الأكبر، وسائد إنه عم يكون يعني نحن قد ما فينا عم نتعب بجودة البطولة، يعني قد ما فينا نحن عم على صفحات السوشيال ميديا قد ما فينا عم نعمل مثل ما بيقولوا ديزاينات مرتبة للشخص بس ياخذ جائزة او شيء. نفس الوقت تنظيم الملعب، الحكام، نحن عم نراعي انه يكونوا حصرا من الاتحاد العام الرياضي بدرجة اولى او بدوليين حتى، يعني فنحن هي الامور كلها عم تساعد لانه يجي اقبال كبير جذب. يعني أكيد بدنا نتمنى لكم المزيد من البطولات وكثير من التألق والنجاح. اليوم كنتوا معنا جورج وجوية منظمية بطولة الكنسية الودية، أهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير. أكيد بالختام بدنا نتشكر وجودكم معنا لليوم وأكيد كل التوفيق لكم. أهلا وسهلا. شكرا لكم.